أنا أنصح الذين يبتلون بالنظر إلى النساء إن هم يتذكروا الحور العين، يتذكروا الحور العين. والجملة دي أنا قلتها منذ عدة سنوات، وأتى يعني رجل لا بضاعة له واجتثها من سياقها وقال السلفيين بيحاربوا المرأة. سبحان الله، هي تطلع المرأة إيه بالنسبة للحور العين؟ ولا أي شيء، ولا أي شيء. يكفي أن المرأة من الحور العين، يعني لو خرج نصيفها إلى الأرض لأضاء ما بين المشرق والمغرب. النصيف الأشرب بتاعها، الأشرب بتاعها بس، الأشرب لو طلع على وجه الدنيا يضيء ما بين المشرق والمغرب. عاوز ايه؟ امال تبقى ايه بقى؟ يبقى هي ايه؟ ما تقوليش لا شمس ولا قمر ولا بدر ولا كوكب، ابدا حاجه يعني لا يمكن ان توصف. وبالتالي من ابتلي بشيء من النساء النظر اليهن فعليه ان يتذكر الجنه وما اعد الله تعالى فيها للمؤمنين من الجمال والخير والجلال، ومن ذلك الحور العين. تروح دي في دي فين؟ أظن لو تأمل هذا المعنى كثيرا ودرب نفسه عليه ربما يكون ذلك سببا في الخير له إن شاء الله.